السلام عليكم أيها الشعب السوري الطيب، وبارك الله في ثورتكم الطيبة. في معلومات خطيرة هنا نرجو أن تستفيد منها أيها الشعب السوري الشريف وكل من هو وطني في سوريا. نريد أن ننبه أن بشار اختبئ هنا في منطقة عش الورور، في هذه المنطقة عش الورور، هو والحرس الثوري الإيراني سواها مستوطنة له والحرس الجمهوري، ويحاول هو والجيش الأسدي أن يعني يأخذوا دماء المعتقلين من مستشفى مشفى تشرين. هنا يأخذوا دماء المعتقلين من كما ذكرنا مشفى تشرين ويعطوهم للإيرانيين الجرحى. وهنا الإيرانيين وحزب الله في عش الورور، في منطقة عش الورور مساكن الحرس الجمهوري، يحاولوا أن يعني يعبئوا الكيماوي في القذائف والصواريخ ويبعثوهم إلى أماكن أخرى. فإذا صار عنده مخبأ بشار بعش الورور وبدمر وكما تعرفوا مطار المزة، ولكن هذا الآن صار كتير مهم لأن المعتقلين كله يأخذوهم إلى هناك ويأخذوا دماء المعتقلين، وكل الذين يخطفوا في دمشق يأخذوهم إلى عش الورور ويعني يحاولوا أن يعني يحققوا معاهم. ويجتمع بشار وغسان بلال ومنال جدعان وعلي مملوك وقيادات الحرس الثوري الإيراني. فأرجو الانتباه إلى هذه النقطة، ويعني تذكر بأن يعني حزب الله متمركز فيها والحرس الثوري الإيراني أيضا يخطط من هناك لاستعمال الكيماوي ويستعمل الكيماوي، وهو الذي يركب الكيماوي للقذائف والصواريخ التي تضرب على الخالدية وتضرب على أماكن أخرى في سوريا مثل عربين ودارية وأيضا درعا وحمص كما ذكرنا الخالدية، وأيضا قرارات بالنسبة للسيطرة على قصير من قبل حزب الله أيضا هنا تدرس في عش الورور بقيادات إيرانية. فأرجو يعني أن تنتبهوا، وهذه فيها 15,000 نسمة من الحرس الجمهوري تبع بشار وشبيحة و أيضا من الحرس الجمهوري الإيراني. كل النساء طبعا العلويين أخرجوهم وبعثوهم للقرداحة، وكما ترون هنا المثنى بن الحارث، وهي تكون قريبة من منطقة برزة. هنورجيكم إياها إن شاء الله مشان اللي ما بيعرف، يعني بس دقيقة لأضبط الأشياء لأنه شوية نرجع لمنطقة. المهم هلا إن شاء الله، فأرجو أن يعني تنتبهوا. وبعدين أيضا هناك انشقاق من بعض العلويين الشرفاء في هذه المنطقة تبع عش الورور، ويعني دار اشتباكات بين بعض عناصر الحرس الجمهوري من وضاقوا ذرعا من سيطرة الحرس الثوري الإيراني، وراح تقريبا شيء 20-30 قتيل. فيعني نريد أن تستفيدوا من هذه المعلومات، يعني فمنطقة يعني حامية هذه أصبحت عش الورور، فأرجو تسليط الأضواء عليها وإن شاء الله تستطيعوا أن تستفيدوا من هذه المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.